In the circuit in figure, find the rate of conversion of internal energy, chemical energy, to electrical energy within the battery. طبعا احنا عندنا الالكتروموتيف فورس 12 الفي عندنا، وعندنا كمان مجموع الار، فبيسألني بيقول لي قد ايه بيتحول من الكيميكال الالكتريكال انرجي، يعني عايز الباور، معدل الطاقة هو الباور، هيساوي الفي سكوير على ار. طب الفي 12 تربيع، والار مجموع المقاومتين، وبالتالي 12 على 6 فيها 2 في 12 ب 24 وات. يبقى ده معدل تحول الطاقة الكيميائية لطاقة كهربية. في البارت بي ده ايه؟ ده بي عايز the rate of dissipation of electrical energy in the battery، يعني الطاقة اللي ضايعة هنا. لازم اعرف التيار، التيار بيساوي ال V على ال R equivalent. ال V عندنا ب 12، المقاومات 6، قلنا 1 زائد 5، فيطلع التيار ب 2 أمبير. طالما التيار عندي أقدر أعرف الباور بيساوي I تربيع في R. طب ال I ب 2 تربيع وال R ب 1، هيطلع 4 وات. الباقي هيروح في دي. ده اللي بيسألني عليه، the rate of dissipation of electrical energy in the external resistor. احنا عندنا الاي خلاص، فاقدر اقول الباور على طول. هنا الباور في الواحد اوم، هنا الباور في الخمسة اوم، من غير ما احسبه المفروض يطلع 24 ناقص 4، لكن نحسبه عشان يصير كأنه تشيك. عندي ده باتنين تربيع وده بخمسة، 4 × 5 ب 20 وات.